أنا لما الأنزي لاعبة المنتخب السعودي للسيدات. حبيت كرة القدم لأن إحنا في مجتمع سعودي يعني كلنا نتابع كرة القدم، إحنا يعني شعب يتنفس كرة القدم. تمكين المرأة في السعودية صار شيء واضح وملموس، زي ما إحنا نشوف في جميع المجالات المرأة قاعدة تشتغل، كمان بالتحديد في مجال الرياضة وكرة القدم. وفي أول مشاركة لنا في بطولة الخليج كمنتخب سعودي نسائي حصلنا على المركز الثالث. من تجربة شخصية أني ألعب الحين مع المنتخب السعودي، هذا شيء مرة كبير بالنسبة لي، شيء مرة فرق في مسيرة الكروية وكيف أنا أؤدي في الملعب، كيف أنا ألعب عشان شعار المملكة. المملكة قادرة على استضافة كأس آسيا، وطبعاً هو شيء يدعو للفخر، هو كأس كبير ويهمنا جميعاً إحنا كمجتمع كروي، وراح يعطينا كثير من الفرص الرياضية والكروية بشكل خاص.